أهلا بكم، كنت عاوز أكلمكم النهاردة عن موضوع بيخص عندنا نظرة الناس للمدارس والجامعات أو للتعليم عموما. إحنا عندنا قبل ما الطفل يكون عنده أي خلفية عن أي حاجة، طبعا الأب والأم هم اللي بيبقوا مسؤولين عن مسار حياته في البداية لحد ما يدرك هو رايح على فين. فعندنا غالبية الناس بيدخلوا الطفل دوت مرحلة الحضانة وبعدها مرحلة الابتدائية، وطبعا بيبدأ تتضح معالم الشخص دوت الطفل دوت في المرحلة الابتدائية. تلاقي مثلا بعد آخر سنة له في المرحلة الابتدائية تبدأ تبان عليه المعالم، يعني هو طالب كويس طالب مش كويس، بيذاكر ما بيذاكرش. طبعا بيبقى في جزء من الطفل ان هو مشاغب مثلا، بيبقى في جزء من الاهل ان هم ما بيراقبوش، في جزء من المدرسين او المسؤولين في المدرسة ان هم ما بيتابعوش او مستواهم مش كويس. في كل الاحوال يعني ان انا احيانا الاقي الطالب دوت بعد المرحلة الابتدائية مثلا ساقط شال مواد في السنة السادسة له، فلما يشيل مواد ما اعتقدش ان ده طالب يعني كويس ان هو يكمل في المرحلة التعليمية. هو ممكن مثلا تلاقيه بيرسم كويس جدا 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 او مثلا بيلعب كرة كويس جدا جدا، فالاهل ليه طالما هم شايفين ان هو له موهبة في كرة القدم يخلوه يكمل في كرة القدم؟ لا، بس احنا عندنا المجتمع ان هم بينظروا للمرحلة الاعدادية اللي هي بعد الابتدائية مباشرة إن هي مرحلة تعليمية متقدمة ومكانة اجتماعية، فيفضل إن هو إيه يكمل فيها. يقوم الطفل خلاص دلوقتي ما عادش طفل يعني، إلى حد ما يدخل المرحلة الإعدادية ويكمل فيها. وبعد ما يخلص المرحلة الإعدادية 3 سنين يجي يقبل عندنا بعد الإعدادية في مجموعة أقسام، في ثانوي عام، في ثانوي تجاري، في ثانوي صناعي وهكذا، وفي ثانوي تمريض. فطبعا مفروض في تالتة إعدادي الشخص دوت بيحدد مساره، بس برضه علشان هو لسه ما يعيش المسؤولية كاملة فمفروض الأهل في البيت بيساعده، يقول له يا ابني أنت كويس في إيه، أنت حابب إيه، أنت مش حابب إيه، أنت نفسك تكمل في إيه وهكذا. فالمفروض يعني إن الشخص بيختار المجال اللي هو ممكن يناسبه، اللي هو ممكن يكون متفوق فيه. بس احنا علشان المجتمع عندنا بينظر لكليات معينة او لمدارس معينة ان هي ديت الاصل، ان هي ديت الشيء الكويس جدا النظرة الجميلة، فبالتالي بيحاولوا يوصلوا للمكان ده. فمعظم الناس عندنا بيدخلوا ثانوي عام، حتى لو كان هو مستواهم ما يأهلهمش للثانوي العام برضو بيدخلوا ثانوي عام. وبعد ما يدخلوا ثانوي عام، فين بعد الثانوي العام طبعا مرحلة الجامعة. فانت لما تيجي على مرحلة الجامعة في كليات كتيرة جدا، الناس عندنا في المجتمع ما يعرفوش غير كليتين، كلية الهندسة وكلية الطب. أحيانا لما يلاقي الأمر مرتبط بالبنات شوية يتكلم عن كلية الصيدلة. لما تيجي تذكر كلية التمريض، تمريض إيه يا عم، تمريض مش كويس. تيجي تذكر التجارة، تجارة إيه يعني، هيطلع يشتغل إيه، مش عارف. بينظر للجميع الكليات إنها حاجة مش كويسة. فتلاقي كل الطلاب أكتر من 90% من الطلاب بيبقى حاطط عينه على حاجة واحدة بس، إن هو يدخل يا إما هندسة يا إما يدخل طب. طب لو ما دخلش هندسة وما دخلش طب، تلاقيه حاجة زعلان جدا ويائس جدا، والجامعة في البيت بيقول له يا ريتك كنت كويس، يا ريتك ذاكرت، يا ريتك يا ريتك. وبعد ما بيدخل الجامعة، فلنفرض مثلا يعني جدلا إن هو دخل هندسة أو دخل طب، تلاقيه طالب فاشل جدا جدا، لان هو ما كانش راغب في المجال دوت، لا كان راغب لا في الهندسه ولا كان راغب لي. فانا كنت اتمنى من المجتمع ان هو يحسن النظره شويه. انت شايف الطالب دوت كويس في المجال دوت، خلاص تخليه يكمل في المجال دوت، ما تخليهوش يروح مجال تاني هو مش حابه او مش راغب فيه. دي حاجه صغيره كده عن المجتمع عندنا، وباذن الله هتتحسن في المستقبل القريب. اتمنى يكون عندكم وضع مختلف عن كده. يلا سلام.